حييكم مشاهدينا عم بتابعوا الحلقة عنا عبر الام تي في يلي نتواصل معكم كل يوم بهالوقت مباشرة على الهواء، ونحن أكيد بانتظار اتصالاتكم على 04-444-444. وبالبداية دايما مع معلومة، بمعلومتنا لليوم وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية الحبوب والشمندر السكري عم تستقبل اليوم مزارعي القمح والشعير بجميع المحافظات اللبنانية، أحطتهم علم أنه أبوابها مفتوحة كل نهار اليوم من الساعة 10 يعني عفوا للساعة 10 ليلا، يعني اليوم مستمرة الوزارة للساعة 10 ليل حتى يتسلموا تشيكات تعويض زراعة القمح والشعير لمستحقيها لدى صندوق المديرية العامة للحبوب وشمندر السكري. بدي أقول اليوم أنه أبواب الوزارة وزارة الاقتصاد في بيروت مفتوحة لكل مزارعي القمح والشعير حتى يستلموا تشيكاتهم، وبالوقت ذاته مخصصة نهار واحد اليوم، فيلي مش عارف يخبر وبالوقت ذاته يعني هيك بتكون الدولة وعدت ووفيت اليوم بتسليم هالتشيكات. متابعة. بمتابعتنا لليوم ورد الأسبوع الماضي اتصال من أهالي راس مسقى في الكورة، بيقولوا أنه عم بيعانوا من المي لأنه كل المياه الجوفية صارت مأثرة بالصرف الصحي أو المياه المبتذلة، عم بتأثر على نوعية المي، يعني ما فيهم يستخدموها لا للشرب ولا للري، وامتدت هالعملية على عدة بلدات بالكورة ويمكن وصلت لمياه الشفا في طرابلس. نحن معنا مباشرة على الخط رئيس بلدية راس مسقى الأستاذ جري سلقاري، وأمامي كل هول الأوراق، هيدي كلها مراسلات طبعا من وقت ما تلقت البلدية من الناس كتاب حتى طلب لها مع المراجع المعنية بهذا الموضوع للمعالجة، مع التوقيع اللي ما بعرف كم ورقة، تحركت البلدية للمراجع المختصة وراسلت وزارة البيئة والمجلس الإنماء والإعمار. من سنة 2014 وبلدية راس مسقى عم بتراسل القطاع الرسمي المعني حتى يهتم بمعالجة الصرف الصحي اللي دخل على المياه الجوفية وطبعا انعكس على نوعية المي بالمنطقة. ما بعرف اليوم الجديد إن شاء الله معه لرئيس البلدية يلي لحتى الساعة بعد ما في أي جواب لا من وزارة بيئة ولا أي من مرجع آخر. رئيس رعيتك العافية. صباح الخير. يعني صراحة أنا لما تلقيت الاتصال واطلعت على الكتب يلي أرسلتوها من وقت ما بدأت المشكلة من سنة 2014 عم بتراسلوا المعنيين إن كان بوزارة البيئة أو مجلس الإنماء والإعمار، وحتى الساعة عم تتطور العملية وكل المنطقة اليوم ما عم تقدر لا تستخدم المي للري ولا عم تقدر تستخدمها للأعمال المنزلية ولا حتى لمياه الشرب. يعني يا ريت بتخبرنا كيف تطورت العملية، ليه صار هيك؟ يعني هذا المتعهد ليش صار معه هيك؟ أستاذي صباح الخير. أهلا فيك. أنا بشكرك كثير وممنون كثير وشرف لإلي إنك تتحدثي معي بهالموضوع هذا، وانا بتمنى انه لكل المسؤولين يعرفوا شو صاير بالمنطقه لانه كارثه تعتبر كارثه بيئيه. نعم. في التزام بسموه تصريف المياه، شو اسمه تصريف المي، الصرف الصحي في الكوره. نعم. بلش من بلده كسبه على ان مرق بالكوره التالي كسبه اميون درما برحزير بشمزين بطران عابة بدبة على أنه يصال أول مرحلة لجسر عابة. نعم. بجسر عابة احتاجت المنطقة على أساس أن يكملوه لغاية حدود بترتيج. نعم. بعدين كملوه لغاية دار النور، وصلوا لظهر العين يعني عند السامريه وتركوه. الغلط الاساسي الاول انه ما تكمل المشروع للبحصاص، لازم يمثل البحصاص للتكليل الصحي بسبينز. نعم. شو
شفت الكتب اللي كتبها أنا، شفتها وشفت تواريخها وتوقيع الناس عليها، المرازعات الشفوية اللي كنتم فيها ما مستلمة ولا مار. نعم، وبقول لك أنه بكل صراحة ما في بير من المنطقة صار صالح الشرب. صحيح، هذا اللي عرفناه من الناس كمان، كل بدون استثناء. بعدين شفتي أنت التواقع اللي هن حاملين المنطقة كلها سوا. نعم، هلا حاليا الأهالي مع الأسف الشديد، الأهالي مع الأسف الشديد إدارة المياه المبتذلة تبعها على الريجارات تبع الالتزام. أوف، وبلشت المياه المبتذلة تجري في العساطل توسط عند السامرية. هلا إذا بتشوفي السامرية هون بؤرة مي سوداء مثل الليل كلها سوا جاري بالوادي وجاري بالطبيعة وعم تفوت بالشريانات البيئية الجرافية بالأرض. نعم، بهالحالة هيدي ما حيضل لأنه ولا بير. إلى أن توصل وقت أنه حتى رئيس مصلحة الصحة الدكتور جمال عبدو عمل كتاب، موجود عند الكتاب، طلعوا كشفوا وعمل كتاب وقايل تم فحص المياه من قبل مصلحة الصحة في الكورة وتبين انها ملوثة و نعم يحو. نعم، امام الكتاب يعني امامي. مهما شرحت لك رح كون مقصر كثير، انا بكون ممنونك كثير وبشكرك اذا تبعتي فريق محلي يشوف ايش فيه، كون ممنون كون خدمت المنطقة. يعني بالعكس رئيس مجلس الماء والعمار عم بيقول نعم في مصاري وانا ما في عنا ممنوع بأي وقت بقى ننفذ. أنا منو كلام، منو كلام صحيح أكيد، لأنه اليوم أنا البلدية بدأ عن ترش المبيدات وعن ترش تحاول قد ما فيها تحط مزود مع المي المبتذلة، ما فيها طحة، ما بنقدر بالسكيرة. إيه بس عندك 11,000 مقيم إنسان. إيه بس ريس، هيدي مي، يعني عم نحكي نحن مي، هذه المي أول شيء خربت المياه الجوفية، هون الخطورة، وتاني شيء لا بالري ولا بالشرب. ايه يعني ما في اخطر من بتخدمينا. الو عم بسمعك ريس، عم بسمعك. اسمحي شوي. نعم تفضل. اذا بتسمحي لنا تبعتي فريق عمل يشوف مال الارض شو فيه، بتكون خدمتينا نحن. اهلا وسهلا فيك، نتواصل مع بعض وتعطينا العنوان واكيد الكاميرا بتصور، بلكي هيك وزاره البيئه بتتحرك، بلكي كمان الإنماء والإعمار، لأنه هيدي مسؤولية إنسانية في سلامة عامة ل 11,000 مواطن لبناني، يعني عدة قرى، ومثل ما فهمت من حضرتك وصلت لطرابلس ريس كمان. ألو. بعدك معي؟ ألو، وصلت لطرابلس كمان العملية؟ نعم، وصلت لطرابلس كمان، يعني عم تهدد طرابلس. حتى المي شفت بالطرابلس تلوث. إيه أكيد. نعم، لانه في عندك الهو، في عندك المي اللي بتوصل على ابو سمره. نعم، بلشت تتوسط في مجال امرها. اذا ما تكمل المشروع خلص حتى مياه طرابلس الشبه بتتوسط. نعم، لا موسى يتحرك، يعني قلكم ال 2014 سنتين عم بتعانوا. طيب الناس منين عم بتجيب مي؟ كلها سترنات، في يعني كيف عم سترنات وانا عن سعر قد ما فيني ابعت مي. اوكي، على كل حال انا نحن رح نتواصل سوا. بدي اقول لك اخر كلمه. نعم تفضل. ما في مسؤول عنا بمنطقه الشمال تحرك، ولا نايب ولا ولا مسؤول ولا مؤسسه ولا مسؤول ولا مسؤول، بالرغم من كل اللي بنعيط وبنصرخ ومن مظاهرات وعملنا عده تقارير صحفيه في جريده التمدن وغير جريده التمدن، ولا ما حدا استجاب ولا حدا ارسل فكره عني. إن شاء الله خير رئيس، لأنه مش معقول هيدي عملية بتأثر على الصحة العامة، وهيدي من مسؤولية الدولة اللبنانية، يعني ما فيها نترك 11,000 عائلة عدة قرى مترابطة مع بعضها بدون مي، وتكون تأثرت المياه الجوفية من جهة، والناس طيب الأمراض الاستشفاء كلها هيدي على مين؟ يعني هيدي كارثة بيئية. أنا يعني بشكرك مجددا. صار دور البلديه. نعم، صار ثانوي تجاه الدوله. نعم بعدكم امكانيات اكيد، هيدي بدها دوله. بكل الحالات شكرا لك، نحن رح نتابعها وان شاء الله بنصور على الارض وبنفرجي هيك قديش معاناه الناس من سنتين لليوم وما حدا عم يكترس لهم.
اتصالاتكم مشاهدينا على 04444444، واكيد انا بدي اشكر رئيس بلديه راس مسقا اللي كان معنا ويلي وضح لنا هالعمليه هيدي. الو الو، تفضلي مدام. ايه بليز، بدي احكي مع مدام ريبيكا. ايه عم بسمعك، تفضلي حضرتك. نعم مدام ريبيكا، نحن قلنا من نهار السبت بدي كويني حد النافعة دغري. نعم. بنية تحت حد النافعة، قلنا أربعة أيام ولا نقطة مي، ما خلينا تليفونات، ما خلينا مسؤول، ما خلينا هذا، ما حدا عم برد علينا. قال حطوا براميل وحطوا موتورات، حطينا براميل وحطينا موتورات، ما عم تجي حتى لتحت على العيارات. أوكي. كيف يعني؟ طيب بندفع المي وبندفع كل شيء، طيب وبعدين؟ بأي بنية مدام؟ بنايه دغري حد النافعة، وين مصلحة الميكانيك؟ نعم البنايه اللي دغري من بعدها. اوكي، ما لها اسم البنايه؟ بلا، بنايه جميل عكاري. اوكي طيب، اتصلتوا شي بالمي؟ لا ايه اتصلنا وحطينا رقم العقار وما خلينا تلفنا على بداره، تلفنا لرئيس البلديه، طيب وبعدين؟ معك كل يوم بدنا نروح نشفى على الانترنت ماي. انتوا بتاخذوا ماي من برج حمود مش من بداره، من برج حمود. نعم انتوا بتاخذوا ماي من برج حمود مش من بداره. ايه حكينا على برج حمود وحطينا رقم العقار. اوكي وكل يوم بيقولوا لنا اليوم، وهلا بتيجي الساعه 12 بالليل، بنقعد بننتظر من الساعه 12 بالليل. خليني اشوف، خلينا نشوف بلكي في عطل، لانه مدام بلكي في عطل، لانه لما توصل على العيارات يعني في مشكله. لو واصل على العيارات ومش عم تطلع هيدي اكيد بالبراميل بالموتور، بس عم بتقولي لي مش واصله على العيارات يعني في مشكله. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو، بونجور. بونجور، تفضل مدام ريبيكا. نعم مدام ريبيكا، انا في عندي خادمه كانت بال 2008 وهربت. نعم. طلبوا مني الامن العام انه رحت على المخفر وعملت محضر وكل شيء لازم عملته. نعم. اتصلوا فيي بالامن العام من شيء 7 اشهر انه لروح شوفها بالعدليه هون بالحبس. نعم. انا ما قبلت شوفها بصراحه. نعم. لانه هي هربت وانا اعطيت خبر، بس قبلها بشي سنه اتصل فيي واحد قال لي انا جوزة وبدنا منك الباسبور والاشياء لانها حامل بدها تولد، بدنا نسجل الولد. نعم. قلت له انا الباسبور معي بس انت ما لك شغل معي، بتروح على المخفر. نعم. رجعوا اتصلوا في من الامن العام قالوا لي معك 10 ايام تفكري شو بدك تعملي، تعطينا تيكت او تعطينا مصاري او البديكي. على كل حال بعد 10 ايام نحن بنتصل فيك. مرق 10 ايام ما حدا اتصل، بعد شي جمعتين اتصلت فيي 6 ضابط بالامن العام. قالت لي مدام انسي الموضوع، البنت حليها. قلنا لها طيب خلص. قال خلص. من شي شهر حكيني شخص من الامن العام بيقول لي، وانا هلا عم جدد الي من نوفمبر عم جدد وراء البنت اللي عندي. نعم. وصاروا عاملين لي 3 مرات مضيني على مغادره، قال عم بتضيع وراء البنت اللي عندي من نوفمبر لهلا ما عم بقدر اخذهم. طلع التفسير انه من شان البنت اللي كانت وهربت. قلت لهم يا جماعه البنت هربت، صار في رجال فوق راسها، صار هو مسؤول عنها مش انا. قال لا انت. بعدين قلت له على علمي، قالت لي الضابط الست قالت لي رحلناها نسي الموضوع. طب انا ضعت يعني انه ما بيقدروا يشوفوا بجيبتنا في دولار لازم ياخذوه؟ بعدين انا مره مريضه عامله عمليه قلب، ما فيك التك اطلع دراج معده، هلا ما عارفه شو بدي اعمل، بنتي بلا وراء واذا لقطوها في مشكله ما بعرف. انا ما عاد بعرفي شو اعمل، وليش بدهم مني مصاري اذا كان رحلوها؟ ما عم بفهم ليش. بلكي رحلوها لانه اجمالا حسب العقد اللي جاي على اسمه هو اللي بيرحلها. العقد ما خلصته هي. نعم هي ما خلصت العقد. بعرف وعم بتصير مع الكل، وهيدا النقص يلي بالعقد يلي عم يتوقع، يعني مفروض تعديل العقد كمان في حال الهرب، في حال عدم الالتزام بالعقد، هيدي الحلقه الناقصه يعني بالعقد اللي عم بيصير مع الخدام الاجانب، العاملات الاجانب. مدام بدي اشوف مع الامن العام شو هي الطريقه واكيد بحكي مع حضرتك. اتركي لنا رقمك اذا بتريدي، اذا بدنا معلومات. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وباخذ اتصال جديد. الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. اهلا جورج كامل على الخط. اهلين
بشارع الاسباس بزوق مكاي الرقم البنايه 910. اوكي. طلبنا من البلديه انه في ارض جنب منا صايره عم بيحطوا فيها سيارات معطله وبنايه وفرش قديمه وفوتاي معطيه وزباله كلهم مع بعضهم. نعم. بعثت البلديه مصور على الشرطه صورت كل العمليه وطلبوا منا انه نقدم معروض والبنايه تمضي للموضوع. بعثنا الورقه ممضيه من كل سكان البنايه وهلا هلا ما جاوبونا. اي متى هي؟ صار لها عمليه شهر. شهر كانوا بوقتها عم يرفعوا النفايات ولا بعد؟ النفايات شايلينها بس شايلينها بس هودي عم بيرموا. طيب اوكي نحن مش نفايات حبيبي المدام. عرفت. هودي سيارة معطلة، سيارات معطلة. سيارة حدا عم يزن. وفرش وفرشاي وهيك. اوكي. رح نحكي زو مكايل، أنتوا أكيد زو مكايل إيه؟ زو مكايل نعم شارع الإسباس. اوكي. كمان اتصال؟ ألو. أهلا مدام. مدام ريبيكا؟ نعم. بدي أقول لك إنه أنا مدام ريبيكا عم تحكي؟ نعم. في مدى بنت عندي انا كانت من نعم. في 4 سنين نعم. هلا فلت وعطيت خبر وقت الهربت نعم. عطيت خبر على انها فلت من البيت نعم. ورحت على بعضها وكل شيء وقالوا لي عم تشتغل بغير بيوت وكل شيء هلا عم بيطالبوني لانا رحلت. طيب ما انا اشتغلت بغير بيوت استفادوا منها بدون ما يجيبوا. ما هي هيدي المشكله عم بحكي عنها. يعني هيدي المشكله بعد ما بعرف ليه ما انحلت انه لما بتهرب ليه يلي جاي على يعني اسمه يعني غير استقبل انا دفعت التيكت لجبتها ايه؟ ورجعت هلا بتروح هيدا بالقانون بالنظام ما بعرف ليه نظام العقد هيك انه على يلي على اللي على اسمه هو اللي راح يستفيدوا منها غير جبت لهم اياها انا تيكت لتشتغل عند غيري ويستفيدوا منها بعدين انا بدي وديها بس خلص ترمى. مؤسف معك حق هيدي يعني خطا يعني وين هون عم يحموا المواطن اللبناني او رب العمل بدك تسميه كيف عم يحموه لانه مع يعني انتم دفعتي وكملتي كل الرسوم تتكون وتلبكتي حتى تكون هي بصوره شرعيه عندك بليلي ما فيها ضوء قمر بتترك بتروح بتشتغل عند غير ناس نعم. بتطلع مصاري ما حدا بيعرف وينها بس بدها تفل انت مسؤوله عنها. هذا مثل الواحد ببيع سيارته عند كاتب العدل بس بيكون هو بيعها وما بتتسجل كل شيء بضم يتراكم على اللي على اسمه السياره بس هيدي اخطر. هون في انسان كمان يعني انه لا انت استفدتي وغيرك مستفيد وفي كلفه ما بعرف هاي النقطه كيف بدها تتحلحل ما بعرف يعني لازم من عاد النظر. الو الو تفضلي مدام. بونجور بدي احكي معها مباشره. ايه معك مباشره انا معك مباشره. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. مواطنه بجوني. ايه اهلا. بحب اسالك انه الزباله شالونا اياها من تحت جسر غزير نعم ورجعت انكبت الزباله نعم. فينا نعرف ليش السبب والريحه يعني شيء ما مش مقبول ليكي ما بعرف هي تابعه لجوني ولا تابعه لغزير مدام هي مش الموضوع هو الريحه عم تقولي لي الزباله انشالت ما انشالت؟ نو بعد انشالت ورجع نكب هلا زباله جديده مش مفروض نكب زباله جديده ديجا مكومه اذا بتريدي ما بعرف تعرفي لنا من هلا اكيد الريحه لما بتتكوم الزباله بتتخمر الشمس الهواء كله بنتاثر يعني ما بعرف احدهم عم بيقول لي عدينتي بتغلى بس ما بعرف على مين لاقول لك مدام مش مفروض بقى ينكب نفايات لا تحت الجسوره ولا على الطرقات العامه مفروض تكون اليوم البلديات انتظمت بموضوع رمي يعني رفع النفايات خصوصا من بعد ما انفتح الناعمه حتى بعد في عنا شهر تقريبا بيستوعب كل التراكمات بس ما تنشلت ممنوع يرجع ينحط بداله بنكون بعد المشكله عم بتزيد هلا اذا عم تقيل تحت جسر غزير بدي اشوف مين عم بحطها اذا غزير ولا جوني بس تحت جسر غزير ممكن يكون غزير يعني انا ما بقدر من عندي جاوب بدي اسال ونشوف الريحه اكيد ما راح تروح ما دام في زباله طبيعي. كمان اتصال. الو 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 ايه تفضل. الو بونجور. بونجور. الو بونجور مدام. بونجور. الو اهلا مسيو تفضل. يعطيك العافيه. يا اهلا فيك تفضل. عم بحكيكي من علي. من علي اهلا وسهلا. بس بدي احكيكي مشان خط الشام. نعم.
شو عم بيصير على خط الشام؟ اوكي بس انا ما عم بسمع. نحن صراحه بتعرفي كل يوم عم نعلى بعجقه طالعين نازلين. نعم، والسبب وهي المشكله كلها بتصير على كوع الكحالي عريا هونيك. نعم، ما بعرف شو عم بيصير بالخط. ما بعرف دولة ليه ما عم تلاقي لها حل لهيدا الموضوع، يعني هذا خط اساسي. ايه. للبنان. نعم. لأقول لك شغلة، خطر الكواع، ايه، وخطر كثير كبير هلا، ما بعرف إذا بنقدر نستغني عن الكواع. هلا مفروض تنبرش الطريق، مفروض اللي عم ينزل على هالطريق أو اللي عم يطلع يكون أكيد بتأني، خصوصا بأوقات الشتاء لما يصير في تصحيط. هلا في لانه خط الشام وخط دولي على البقاع، في طبعا اليات كثير كبيره بتطلعوا بالنزله، مفروض يكون في اكيد صيانه دائما، بس بدنا نوقف العجقه، ما فينا نلغي الكواع للاسف. صوره اليوم بنشوفها سوا. هيدي الصوره بدير اوبل، طبعا مفروض انه تتنظف البيئه والكون واعي حول كيفيه الفرز وتوزيع مستوعبات خاصه تيتم نقلها الى مراكز التدوير، ولكن بعض الاشخاص بيقولوا لي هون بالفيسبوك، استاذ رمزي بيقول لي طموحين عم بفكروا بوصول لمناصب الانتخابيه عبر ارضاء فلان او علتين من الزعماء ولحتى يصل الى اختلاس المال العام. المهم انه اليوم اذا معتبرين هيدي الزباله ثروه، ولكن هيك بهالشكل عم بتكون تأثر على البيئة وعلى صحة الناس. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.